الفراغ الجديد الفني داز واحد سيت كوم ديجا في رمضان اللي هو انا وغانتي من اخراج علي الطاهري، وان شاء الله هيكون واحد المسلسل دابا يتعرض في الاولى اللي هو جريت وجريت من اخراج لميس خيرات. الوغ الدور ديالي بنت شاب اللي عندها مشاكل بزاف مع العائله ديالها، ومراه مطلقه كتعيش بوحدها، عندها دي ديفيكولتي وعندها مشاكل، فهمتي؟ يعني كنعيشوا مع واحد الصعوبات في الحياه اللي كاع الناس كيعيشوها، وراه اكزاكتومون هذا الفيلم هذا كيعالج هذا الموضوع هذا، ومزيان انه تطرق ليه، وان المخرجه كتهضر على هذا الفيلم هذا اللي يقاس بزاف ديال الناس صراحه. وتشوفوا هذيك السيده شحال عانات حيت بوحدها وعندها ان انفون اللي ما كتقدرش تشوفه. بلا ما ندخل في السيناريو ان نحرق لكم المراحل ديال المسلسل، نخليكم تفرجوا وان شاء الله ينال الاعجاب ديال الجمهور. الوغ كاين واحد لو فيلم كنت صورته مع بطوله مع رشيد الوالي، سي ان لون ميتراج كان ساينو يخرج فارغ الصبر، حتى هو كيعالج واحد الموضوع كبير ديال لونديكاب. اي هذا كنا صورناه قبل كورونا، وكان ساينو ان شاء الله يخرج من اخراج الكرات سي محمد الكرات، اي بطوله ديالي انا والاستاذ رشيد الوالي. اييه شوفي الممثله اولا الممثل كيقدر يدير اي غول، ولكن ديما كيبقى عندك دي بريفيرونس. بالنسبه ليا انا جيم بيان لا كوميدي، اي جيم بيان اوسي تو سكي فيكسيون، شي حاجه فهمتي جديده هكا، شي حاجه اكشن واي نوت. المهم نبدلو شويه، ما نبقاش ديما في الدراما. الاخ ديالي فنان تبارك الله، مغني. انا في التمثيل، يعني انا درت ليه الاخراج باسكو درت ديجا الاخراج لواحد الكليب ديالو في نيويورك اللي هو هاشتاغ 10، مي زعما هادشي اللي يقدر يجمعنا هو اني ندير الاخراج الفيديو كليبات ديالو فوالا. صراحه اش نقول لك، انا بالنسبه ليا الناس كيتابعوني في انستغرام ديالي ولا في لي باج ديالي حيت مهتمين بالفن ديالي اللي هو التمثيل فوالا، مي بارابور الحياه الشخصيه جو كرو با ك سا فا لي انتريسي اوتون. زعما ا مون افي من الاحسن نشارك معاهم الحاجات اللي تهمهم اللي هو الفن ديالي اللي هما علاش اصلا كيتابعوني. انا الصراحه مع عمليه التجميل الا كانت صالح البنت، اللي كانت تحس واحد الثقه في النفس ديالها اكثر، الا كانت شي حاجه مديرونجيها بوكو با. انا ما كندخلش في الشخص، انا جو نو جوج بيرسون، اللي بغى يدير شي حاجه يديرها طونك لي اوغو ولا لي اوغوز، هذاك هو اهم حاجه بالنسبه ليا. انا كنخاف خوافه خوافه من البنت، خوافه من لي بيكور، راه المتتبعين ديالي عارفيني اشاك فا كنبغي ندير لي زاناليز كندير فضيحه. الوغ عندي هاد المشكله هاد الفوبيا هادي، يعني ما جو كرو با انا نقدر نديرها، الله يحفظ لا يوقفنا على هاد الشيء وصافي. شوف انا كنت قاسم مع الجمهور ديالي اي موهبه عندي، سي فري كو جو في لا دانس، جو في لاتينو، كندير الكوميدي، انا مقلده كبيره. كنقلد لهم هكا، دخلنا من شي عرس مع لا فام داكشي كنقول لهم كي دارت خالتي كي دارت عمتي كي، كنبقى نجمعهم ونضحكوا بحال هكا، هادشي اللي معروفه به انا. هادشي ما باقي ما تقاسمتوش مع الجمهور ديالي حيت كنحشم شويه فوالا. نقول له هو احسن اب كنت نتمنى يكون عندي، بابا ساعدني بزاف و زعما ان ما بوسي بورسويفغ مي غيف، عمرو زعما ما قال لي لا على لاغ ديالي، ديما كان مساندني
واب رائع، وكنتمنى له طول العمر والله يحفظه لينا. الوغ كنتمنى المجلة العمق وحرية والمتتبعين ديالها عيد اضحى سعيد، ان شاء الله تخلي لكم الصحة والعافية، وباش ما تمنيتو والله يبعد علينا هذا الوباء وديما بقاو على بال.